هذه قيمة لولاها الخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة. انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قبري ذخر قبري. ما عندي قيمة لولاها الخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة. انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قبري ذخر قبري. اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي. احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية. اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي. احلفك يا ابو اليمة خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من مدينة كربلاء المقدسة والزحف المليوني المتوجه إلى مركز سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، ونحن على الذروة الكبرى لوصول عدد كبير من الزائرين القاصدين إلى سيد الشهداء والذين حلوا إلى مدينة كربلاء من كل بقاع أنحاء العالم، جاءوا لواسي مولانا الإمام الحسين عليه السلام. فالجموع الغفيرة وهي تتجه باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، وكذلك اليوم راح تكون لنا تغطية خاصة عن المواكب الخدمية اللي تخدم هؤلاء الزوار، هؤلاء الملايين، هؤلاء الناس اللي اجوا من كل بقاع العالم ليروا الكرم العراقي والضيافة العراقية، ايضا هي سفرة الإمام الحسين. اليوم انا وزميلي حسين الأميري سوف نغطي بعض هذه المواكب اللي تخدم الزوار، وراح نتعرف عليهم وراح نشوف شنو طبيعة خدمتهم وشنو شعورهم وهم يؤدون هاي الخدمة الحسينية الجليلة. فكونوا معنا في هذه المشاهد والتغطية الخاصة للمواكب الخدمية. والله أمري أزوارك همومي وحنيني وبقايا عمري مثل فطر سنت تشافي لك أزري يا ابو اليمة بيدك صبح والله مريض. كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، من دم سال ومن دمع جرى. نعم هي كربلاء، هي أرض الدماء والفداء، هي هذه الأرض الطاهرة المباركة المقدسة التي قدست بدماء سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هي كلمة قالتها زينب سلام الله عليها: فكت كيدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. أين يزيد وأين الحسين؟ هؤلاء عشاق الحسين سلام الله عليه جاءوا لطواف قبر سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين من خلال هذه الزيارة المليونية، الزيارة الأربعينية. نعم شكراً للزميل العزيز أبو محمد قاسم الصالحي على هذه المقدمة الجميلة والرائعة. اليوم نحن في كربلاء المقدسة وسنكون في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين وخدمة خدام زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه انتقالة للزميل العزيز قاسم الصالحي، فابقوا معنا. ذخر قبري ذخر قبري. ما عندي قيمة لولا هالخدمة وطاني رفعة حب أبو اليمة. أنا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قبري ذخر قبري. أضيعا إذا بابك انسيت حبيبي علي. أعزائي المشاهدين شكرا لزميل حسين. الحقيقة المواكب الخدمية منها تقدم الطعام ومنها أيضا تقدم الخدمات الطبية. فاليوم طبعا نحن بالقرب من دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة،
ومثل ما نشاهد هنا طبعا دارة الصحة بالتعاون مع التجمع خيمة الوطن، أيضا هذا المقر رقم واحد راح نتعرف على بعض الإنجازات اللي قدموها الأخوان في هذا المكان. السلام عليكم. أشوف فريق متكامل هنا قاعد يقدم خدمة للزوار. أول مرة نتعرف على جنابك الكريم. ممرضة جامعية سعدية عبد محمد، مسؤولة شعبة التنمية المجتمعية في دار الصحة كربلاء المقدسة. مشاركة دار الصحة كربلاء وخيمة وطن تقدم هنا خدمات متكاملة للزائرين الكرام، من خدمة صحية، تعقيم، ضماد، علاجات. بعض الأطباء المتخصصين موجودين أيضا ويانا. والحمد لله. فاضلة من يا ساعة ليا ساعة تدخل بهذا العمل؟ 24 ساعة. بلي من شكل مناوبة. بلي شتان. الأدوية اللي تقدموها أيضا هناك علاجات قاعدة أشوف. بلي هي التهابات، مراهم، علاجات، يعني متكاملة ويانا أطباء اختصاص بإشرافهم. طبعا الصحة هي المسؤولة عن المواكب، عن الوقاية الصحية، عن الإطعام، الصحة العامة مطلوب مو؟ فأغلب لازم المياه تكون معقمة مو المياه العادية، واحنا باجواء حاره، الاكل ان يكون خالي الدسوم، وتعرفين الاجواء حاره. اكو عندكم هيك فرق تتجول مع موجوده الفرق، تعزيز الصحه والتوعيه وارشادات على طول. حتى احنا داخل المبرزه الطبيه ايضا اكو ارشادات، ويقدمون اي شيء نقدر نقدمه للزائرين الكرام. الله يبارك بيك، ونتمنى لكم الخير والتوفيق ان شاء الله على خطى الامام الحسين. موفقين لهذا العمل. اهلا وسهلا بكم. اعزائي المشاهدين، كنا مع هذه المفرزه الطبيه، وايضا هم محضرين عجله اسعاف للحالات اللي تستوجب نقلها الى مستشفى او مكان اخر. وايضا مثل ما تشاهدون هنا يتم تسجيل بطاقات او للمرضى. فاذا اعزائي المشاهدين راح انتقل لزميلي حسين حتى يتواصل تقديم هذه الخدمه اليوم. ما عندي قيمة لولا هالخيمة، وانطاني رفعة حب ابو اليمة. انا اختصر كل عمري باللاطمة، ذخر قبري ذخر قبري. ما عندي قيمة لولا هالخيمة، وانطاني رفعة حب ابو اليمة. شكرا جزيلا للزميل العزيز قاسم الصالحي على هذه الكلمات الرائعة. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من كربلاء المقدسة وللمفارز الطبية، الدور الكبير والفعال في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مثل ما تدرون ملايين تدخل إلى كربلاء المقدسة، هذا اللي يصير عنده صداع، هذا اللي يصير عنده حساسية، هذا اللي يتمرض، وما شاكر ذلك من الأشياء اللي تعرفونها. راح نتكلم مع الأخوة، أقول خدام أبي عبد الله الحسين اللي جاي يشتغلون في هذه المفرزة الطبية. طبعاً إذا سمحونا، السلام عليكم، عظم الله أجوركم. الله يحفظك الله يسلمك عيوني. الله يحفظك. عرفني على اسم حضرتك. عيوني دكتور رافد، طالب كلية طب. عيوني الله يحفظك، الله يخليك. عيوني دكتور، أنت دكتور ولله الحمد والمنة، والله يبارك بيك، وبعدك بريعان الشباب. شنو تحس وانت جاي تقدم هاي الخدمة لزوار ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاة وازكى السلام؟ وممكن هواي دكاترة بالعالم يتمنون هذا المكان اللي انت قاعد به، مو على مود شي، لانه الحسين سلام الله عليه اكيد يباهو لك ان شاء الله. فعلا هي اولا مبدئيا يعني منطقة الامام الحسين خرج كصورة انسانية دفاعا عن الحق ورفضا للظلم، فاحنا نحاول ان نبين هاي الصوره الانسانيه بهكذا، ان نقدم المساعده بغض النظر عن اختلاف الجنسيات او الطوائف. فيعني صراحه شعور ما ينوصف، ويعني صراحه ما تقدر توصف الشعور وكميه، يعني الاحساس لما تخدم زوار وتخدم زوار ابا عبد الله من جميع المحافظات، فهذا بحد ذاته يعني صوره انسانيه او صوره جميله يعني قاعد نوضحها من خلال هيك شيء. اغلب الحالات اللي تجيكم دكتور شنو هي بالضبط؟ والله يعني الاغلب انا يعني مثلا عندي انتسباس مثلا بالمغص، يعني ذني السوالف بسبب الاكل او بسبب يعني الظروف، اختلاف الجو والاكل. بالضبط، هي سبب اختلاف الجو هم اكل هذا مثلا هواي يسبب يعني ذني الاشياء. عيون الله يحفظك. اهلا. الله دكتور، الان الزياره ان شاء الله تعالى راح تنتهي، شنو شعورك في اخر يوم؟ بصراحه احكي لي. صراحة ما ينوصف، يعني كأنما شلون شيء وتفقده،
يعني تفقد شخص يعني شيء كل الصعب صراحة ما ينوصف والله. وإن شاء الله ينعاد علينا بالسنوات الجاية ونقدر نقدم اللي عندنا إن شاء الله للزوار. خلي نلتقي بعد إذنك أبو آدم بالأخوة المرضى اللي داخل. شكرا دكتور. طيب الله أنفاسك. الأخوة اللي موجودين هنا مراجعين سلام عليكم. خير سلامات. الجرح باسمه الجرح واخوان قاموا بالواجب. شلون اشوف عمل الاخوان الله يبارك؟ كل جيد الحمد لله الشكر كل جيد. مرافق وياك؟ لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. اراده عايش سعيد حجابري اردابيل فورتو. خوب چطور دیدی بچه ها کار بچه ها اینجا؟ خیلی بهداشتی، خیلی عالی، خیلی مهمان پذیر، خیلی عالی، ماشاءالله. چه مشکلی داری حالا؟ من معلم ابراهیم بود. طبعا الاخ من ایران جای الله يبارك بيه ويرعاه، يشكر الشعب العراقي ويشكر هذه المفرزه الطبيه على هذا العمل المبارك. هذه انتقاله للزميل قاسم الصالحي، فابقوا معنا. اريد بخدمتك اظل المنية اضيعا اذا بابك انسد حبيبي علي. احلفك يا ابو اليمه خاطر رقية. اريد بخدمتك اظل المنية. هذه تغطية من مدينة كربلاء المقدسة. السلام عليكم حجي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. السلام عليكم شباب، شلونهم الشباب؟ إن شاء الله بخير. راح ناخذ الخدم إن شاء الله. محمد الله يسلمك. لا لا خدمة الحسين خير وبركة إن شاء الله. الله يبارك فيك. هنا الأخوة اللي طبعا الأخ. السلام عليكم عمو. تعب وجوال. فعلا اعزائي المشاهدين، هذا الموكب جاء من محافظه ميسان ليستقر في مدينه كربلاء ويقدم الخدمه للزوار. فاحنا منو يتكلم عن الموكب؟ مازن، حي الله مازن. السلام عليكم. حازم، حازم شلونك؟ ان شاء الله زين. والنعم والنعم. الله يبارك فيك. كم سنة نصبت وين على هذا الموقف؟ صار لنا تقريبا هاي تاسع سنة. نعم. نفس المكان. الخدمات اللي يقدمونها للزائرين يعني. نعم، أكل وشرب وبالإضافة إلى المشروبات. نعم. ثلاث وجبات أزيد من الثلاث وجبات. هواي خير وبركة. يعني من 20 واحد؟ أكثر. نعم. ما عندكم معوقات هنا في مدينة؟ لا الحمد لله كل شيء متوفر. لا كل شيء متوفر. السنة أجواء حارة طبعا. كل شيء متوفر إن شاء الله. إن شاء الله. شنو اليوم اللي راح تعملونه للوجبة العشاء؟ إن شاء الله قص. نعم نعم مال لحم. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. أحلفك يا أبو اليمة خاطر رقية. أريد بخدمتك أظل البنية. أضيعك إذا بابك انسد حبيبي علي. أحلفك يا أبو اليمة خاطر رقية. أريد بخدمتك أظل البنية. والله جناح فرقتك ما اعرف جفني بدموعك لا تظن اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري. والله جناح فرقتك ما اعرف وجفني بدموعك لا تظن. على طول طريق السائرين الى كربلاء جود وكرم وعطاء. إنها الخدمة الحسينية المخلصة التي تترجم معانيها هذه الآلاف من المواكب المنتشرة
من أبعد نقطة في حدود العراق حتى مدينة كربلاء المقدسة. لا شيء سوى خدمة زائر الحسين ابتغاء مرضات الله سبحانه ورضا سيد الشهداء ونيل شفاعته وشفاعة آل البيت عليهم السلام. سائرون إلى حبيب القلوب، سائرون إلى حبيب القلوب، إلى إمام الموالين الأحبة. لم يقف العمر حائلا دون أداء هذه المناسك والشعائر المقدسة، فتلك الشيبة المباركة تسبق الشباب في الوصول إلى ضريح الإمام الحسين. امرأة وطفل وطفل وشاب، عليل ومقعد وعجوز، فالكل بهمة يسير نحو القباب. الكل في حب العراق موحد، والكل في حب الحسين شريك. وما زالت معكم قناة المهدي الفضائية تنقل هذه الشعائر المباركة لأداء زيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر وتقبل خالص العزاء. السلام عليكم، عظم الله أجوركم. منا ومنكم تاج الرأس، الله يعزك، الله يبارك بك، الله يعزك، رحم الله وحيلك، الله أبد ماكو تعب لخدمة سيد الشهداء. الله عرفني على اسم حضرتك واسم الموكب. خادم الإمام الحسين الأخ علي جاسم موات العتابي، هيئة جواد الأمة، موكب شهداء الحج الشعبي، أهالي العزيزية. الله الله يعزك. شنو الطعام اللي تقدمونه الان؟ الان والله احنا نسميه على ديرتنا مفلطح. ايه ديرتكم وين؟ ديرتنا واسط العزيزيه. الله يسلمك، الله يسلمك، رحمه الله بيك. الله يجيمك، الله يبارك فيك، رحمه الله. زين الشباب اللي موجودين هنا كم نفر تقريبا؟ 100 ويستنى جونا اربع ضيافه 164 نفر. الخدام خدام الموكب كادر كامل على حسب الرسول لمده 24 ساعه ما متوقف، من المخلمة للريوق يرجع الساعة بالخمسة، النوب نرجع الغداء يكمل، النوب نحول على العشاء، النوب أحول قاص، النوب كباب، والنوب أرجع على الحلويات، النوب شربة نوم وبصرة، وما فيه يشتيه زاير. الآن أنا سألتك قلت لك تعبانين، قلت لي لا، أريد دليل أنتم ما تعبانين، أريد أسمع لبيك يا حسين بصوت عالي من كل الأخوة. خدام الحسين هيا جواد الأمة تعبانين بيكم حيل، صلاة على محمد وآل محمد. صرخة من هذا، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الله بارك الله بك. نعم أحبائي المشاهدين، بهذه الأصوات والحناجر التي تصدح بحب الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنتقل إلى زميلي العزيز أبو محمد قاسم الصالح. حلم عمري، حلم عمري، والله جناح فرقتك ما أعرف، وجبني بدموعه لا تظل ينشف، أتنفس أنا وبس هواي الطف. حلم عمري، حلم عمري. شكرا لزميلي حسين، نتواصل معكم والتغطية الخاصة من مدينة كربلاء المقدسة، وكما شاهدتوا موكب عن موكب يقدم مختلف أنواع الطعام، مختلف أنواع الشراب، فموكب أنيس النفوس اللي مثل ما شاهدونا يقدم الشاورما والمقليات، خبز نقول عليه كباب العربي والبطاطا. فراح نشوف الاخ اللي يشتغل. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يجزاك خير. واجر الحال، تعال بس شويه. شو اسمك بخير؟ انور، انور الشمري. والنعم. الموكب مالكم من اي محافظه؟ محافظه كربلاء، وانا من الناصريه واخدم هنا. الله يبارك فيك انور. هذا دجاج ولا لحم؟ نعم دجاج، هذا لحم 100 كيلو. اليوم كم اليوم تسوي يعني هذا الشيء؟ يوميا 100 كيلو. 100 كيلو؟ ايه. الصبح ولا الظهر ولا شو كنت تبدا بالليل الخمره؟ نعم. وثاني يوم نشد الساعه 4 العصر وننزل صعده الشتوى وننزل ونوزع الزوار. بس انت قاعد تشوي هذا؟ نعم انا وحدي. ايش تشعر وانت تقدم هذا؟ والله فرحان ومرضي. لا ابد ابد، ما واقف على النار، ما هو حتى ما احس بالنار. الله يشهد. ويا الشاورما راح تقدمون طبعا؟ نقدم بطاطا، فنجار،
كباب، عروق، كتشب، مشروبات غازيه، مي ويا الاكل هذا؟ نعم نعم. انتم على شكل سندويش ولا؟ نعم سندويش. سندويش، شوف الزائر يتقبل هذا الشيء. اي يتقبل ويفرح من هالياكل. نعم نعم، واكله سريعه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا راح انتقل الى مكان اخر ايضا بنفس الموكب، انيس النفوس. احنا قلنا كل مترين في مدينه كربلاء موقف. حياك الله، كيف الحال؟ الله يعزك. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. ايضا من مدينه كربلاء. بلي صحيح، من كربلاء. الله يسلمك بالخير امير. خدمه مستمره زارين ابا عبد الله الحسين عليه السلام، من ماكل ومشرب ومسكن، حتى مسكن موجود للزارين. هذا بالزيت شنو هذا؟ هذا شباب يسوون كباب عروق. احنا كباب طاوه وخبز عروق زين، ويا ابو تيتا فينجر. اي نعم، وان شاء الله خدمه مستمره ان شاء الله. الله يبارك فيك. كم صار لك تقديم بهالمكان هذا؟ يعني صار لنا تقريبا اسبوع. اي نعم. شو وقت راح تبقى مفتح اليا يوم؟ يعني بعد الزياره ان شاء الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم، شرفتونا. اعزائي المشاهدين، طبعا الحجي قاعد يسير وعبر من السايد اجى علينا الحجي، قال انا اريد اهوس. راح نتعرف عليه. حجينا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو علاء البديري. شو اسمك؟ ابو علاء البديري. والنعم. عضو جمعيه ودباء كربلاء. حياك الله. حياك الله. يعني شاعر شاعر. ابو علي، شو تقول للخدام وانت اليوم؟ اقول للزواراني وللخدام ايضا، للعامه، ايه هلا هلا بكل زائر تعنا يزور مولانا الحسين. هلا هلا بكل زائر تعنا يزور مولانا الحسين. ممشى ممشى على الجدام ويهل دمع العين، وما ننسى ما ننسى المصاب وش ما تمر سنين. أوه ما ننسى مصابه حسين بيوم العاشر، ما ننسى مصابه حسين بيوم بعد. خل ينظر العالم، خل ينظر العالم وبعينه خل يشوف ملايين تعنت بالحسين الطوف. شعب واحد ترى احنا، وعدنا عدنا متوحدة الصفوف. أو اليوم الصف متوحد، بسمع حسين وداع الباب الصف متوحد. هلا بزوار بعد، هلا بيكم. الله يبارك بيكم على بعد بعد الخير والتوفيق. بعد يلا بعد بعد. يومك يوم خالد يا ابو الاحرار، يومك يومك يوم خالد يا ابو الاحرار. دروس هواي بيه وعبر للثوار، اللي يحبك اللي يحبك نجي والحاربك للنار. صقر وهبهب تتلقان حارب عترة حيدر. بهمومي وحنيني وبنقايا عمري، مثل فطرس انت تشافي لكسري. يا ابو اليمة بيدك صبح والله امري. ازورك بهمومي وحنيني وبنقايا عمري، مثل فطرس انت تشافي لكسري. يا ابو اليمة بيدك صبح والله امري. أعزائي المشاهدين، للدور الأمني والخطة الأمنية اللي اتخذتها قيادة العمليات المشتركة وخاصة قيادة عمليات كربلاء المقدسة المتمثلة بالسيد وزير الداخلية، طبعا دور كبير للحج الشعبي المقدس بتفتيش القادمين إلى مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين ولا مدينة كربلاء. طبعا كل مدخل يحتوي على مداخل تفتيش زاري، تفتيش دقيق. تعرفون هذه زيارة كبيرة ويحتاج إلى الدقة في تفتيش الزائرين. هناك طبعا لا سامح الله أكو كثير من الأعداء يحاولون عرقلة هذه المسيرة، ويحاولون أيضا زرع الفتنة، ويحاولون أيضا إفشال هذه الزيارة، لكن أفضلنا وقواتنا الأمنية قادرة على سحق هذه المسميات اللي قلت عنها. فالآن يقف معي أحد الأبطال من هيئة الحشد اللي هو أخونا محمد. السلام عليكم. محمد. عليكم السلام ورحمة الله. مأجورين. الله عظم الله أجركم، بارك الله الجود. أبو جاسم، تحدثنا عن التفتيش
احنا ضمن توجيهات قائد العمليات المشتركه وبامر من السيد قائد فرقه العباس القتاليه الشيخ ميثم الزيدي باسناد القوات الامنيه باكثر من 10,000 متطوع، حيث شاركت فرقه العباس القتاليه اضافه للمنتسبين باكثر من 10,000 متطوع من مختلف المحافظات. وهنا في هذه النقطه قطع الضريبه يشارك مجموعه الحشد الاكاديميه التي تعتبر من المجامع المنضويه تحت فرقه العباس القتاليه، التي تحتوي على منذ مسمياتها الحشد الاكاديمي كل طلبه وخريجي جامعات العراقيه، وتتكون من اكثر من 350 متطوع ما بين فصيل طبابه على مدار 24 ساعه، فصيل طبابه يقدم الخدمات الطبيه للمتطوعين والخدمات الطبيه للزائرين على مدار 24 ساعه، وكذلك تقديم الخدمات التفتيش وحفظ النظام على مدار 24 ساعه بثلاث فصائل، والحمد لله انسيابيه عاليه، تعاون كبير. احنا اجينا من مختلف المحافظات ومختلف الطوائف، اكثر من 46 من انفسنا السنه مشاركين معنا، الاخوه بالتركمان، مجموعه متكامله الحمد لله والشكر، وباسناد وزاره التعليم العالي الى فرقه العباس قتالية، والكل ما مقصر. ناتي 10 ايام نترك عملنا ووظائفنا وبيوتنا لتقديم الدعم اللوجستي والامني للقوات الامنيه المسلحه، لان واجب ضخم واجب قوي هذه السنه السابعه على التوالي. زياره ال 40 امانه بروس هذا المسؤولين الامنيين، خلينا نقول اكيد اهم شيء هو الجانب الامني اكيد حتما، لولا الجانب الامني ما زياره حتما. القوات الامنيه ما مقصره في كل شيء، القطاعات كلها منتشره وعلى مدار 24 ساعه وكل المحاور والحمد لله. ابو حمود الورد، احنا بالنسبه للتفتيش شفناه وشفنا التعاون، شلون حتى تعاملهم مع الزوار اكيد تعاون الزائر، عندنا خط احمر واحنا الخدام نوفر له اكثر مستوى من الراحه ابدا، ونتله يعني نعمل الولاكله اتمنى، وهي بقى لها يوم واحد واحنا ضايجين ابدا، صار لنا 8 ايام ونريدها اكثر، ولو تستمر فالشهر احنا موجودين. الله يبارك فيك، ونتمنى العوده لكل الزائرين، واعذرونا على القصور يا زائرين ابا عبد الله الحسين. ايضا الجانب الامني تعاون الزائر مع القوات الامنيه اهم شيء، وهذا مطلوب، ونعتذر خاف يصير تشنجات على كل النقاط، لان تدري عصبيه وحراره اجواء ومسافات طويله، فنعتذر باسم هي هاي الفايت اكيد. وكل الاخوه جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. كل الزائرين متعاونين، الله يبارك، ونرحب من كل الدول ما شاء الله، خير وبركه هاي الزياره بفضل الله، شاكرين جهودكم تغطيتكم الاعلاميه، بارك الله ان شاء الله يجعلها ذخرا. الله يحفظك محمد، لازم لفته امر الحشد الاكاديمي محافظ بصره، الله يبارك. اعزائي المشاهدين، طبعا انتقاله لحسين حتى يغطي موكب او موكبين ان شاء الله. اترك المايك لحسين ان شاء الله. اشرب قهوه يا مالك احساسي وحق راسي، قال انا ومتعلق بحبك، ابتر اجسام لون سدار، ما عندي قيمه لولا هالخيمه، وانطاني رفعه حب ابو اليمه، انا اختصر كل عمري باللاطمه، ذخر قابلي ما عندي قيمه لولا هالخدمه، وطاني رفعه حب ابو اليمه، انا اختصر كل عمري باللاطمه، ذخر قابلي اضيع اذا بايبك نسيت حبيبي علي، احلفك يا ابو اليمه خاطر رقيه، اريد بخدمتك اظل البنيه، اضيع اذا بابك انسد حبيبي علي، احلفك يا ابو اليمه خاطر رقيه، اريد بخدمتك. ما زلنا متواصلين معكم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه، والخدمات المقدمه من قبل خدام زوار سيد الشهداء المولى ابي عبد الله الحسين لزوار المولى ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام، من شارع قبله العباس وخدام الحسين. السلام عليكم، عظم الله اجوركم، قواكم الله ماجورين. يا
حياك الله، الله يعزك. فدوى القلب باسم حضرتك علي غالي من اهل العماره، حياك الله يا عزيز. فدوى القلب، شنو اسم موكبكم؟ شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ موكب حيدر الكرار اهالي العماره، كل الخدمات اللي يحتاجها زار نخلقها. ايه الله يحفظك. كم نفرتم هنا تقريبا؟ ما يقارب بالعشرين، من 20 ل 25 نفر خدام. ايه نعمه من الله. الوجبات اللي تقدمونها شنو بالضبط؟ الوجبات الصبح ريوق، والظهر تم مرقه ولحم، واما بالنسبه للعشاء اما كباب اما همبرجر. الله يعزك. الان ما ادري رطوبه صارت في كربلاء، شنو تاثيرها عليكم بصراحه؟ هذا كله بحب الحسين. اي ماكو لا حار لا رطوبه لا كله الحسين. فدوى قدام الحسين. اخو ما تعبانين؟ الجو حار جاي اشوفه. اذا ما تعبانين سمعونا في صلوات. صلي على محمد والي ربحه يمي. انا اختصر كل عمري باللطمه، ذخر قبري ذخر قبري. ما عندي قيمه لولا هالخدمه، وطاني رفعه حب ابو اليمه. انا اختصر كل عمري باللطمه، ذخر قبري ذخر قبري. اضيع اذا بابك انسيت حبيبي علي. احلفك يا ابو اليمه خاطر رقيه، اريد بخدمتك اظل المنيه. اضيع اذا بابك انسيت حبيبي علي. احلفك يا ابو اليمه خاطر رقيه، اريد بخدمتك اظل المنيه. جناحي فرقتك ما اعرف، جفني بدموعك لا تظن ينشف. اتنفس انا وبس هواي يطف، حلم عمري حلم عمري. والله جناحي فرقتك ما اعرف، وجفني بدموعك لا تظن ينشف. اتنفس انا وبس هواي. نعم احبائي المشاهدين مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وهذه التغطيات المستمرة من داخل كربلاء. واتشرف بان اقف في هذا المكان وخلفي قبة سيدي ومولاي ابي الفضل العباس عليه افضل الصلاة وازكى السلام. راح ندخل الى موكب جدا عريق، موكب معروف، موكب لحسينية شهيرة ومعروفة جدا، طالما سمعنا من منبرها الخطباء والرواديد الكبار، وهي حسينية الرسول الأعظم الكربلائية. تعالوا يا أحبائي المشاهدين خلينا نتعرف على الخدمات اللي يقدمونها في هذا الموكب المبارك، موكب حسينية الرسول الأعظم الكربلائية. خليكم ويانا يا أحبائي المشاهدين. وما شاء الله مثل ما تشوفون زوار أبا عبد الله الحسين ما شاء الله، وهذه الزيارة المليونية وخدمة أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. السلام عليكم، عظم الله أجركم. السلام هلا ابو يا حبيبي، عليكم السلام. لله الحمد، اشكر ربنا. الصحه والعافيه وايدكم. الله يخليك حبيبي. عمري تفضل. عفونا على اسم حضرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رياض الحكيم من دوله الكويت، كربلائي ومقيم هنا، ونشتغل خدام الحسين في موكب حسينيه الرسول الاعظم الكربلائي. نعم واكرم حبيبي. امرني والنعم سيدنا. الله يخليك. الله يحفظك. احنا نريد نعرف بدايه سيدنا العزيز شنو الخدمات اللي تقدمونها للزائرين الكرام، وهذا شرف عظيم انه موكبكم ملتصق بحرم ابي الفضل العباس عليه افضل الصلاه وازكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد. موكبنا صار له 20 يوم تقريبا قاعد يخدم، وخدماتنا الصبح في عندنا هريس، والظهر عندنا غدا موجود وعشاء موجود، وفي عندنا فواكه الحمد لله توزيع مستمر، وعندنا هذا الشربت اللي موجود، وخدمتنا للحسين ولخدام الحسين، والخدمة هذه على رأسنا، وإن شاء الله تكون هذه الخدمة مستمرة ودائمة، ونحمد رب العالمين اللي وفقنا على الخدمة هذه لنخدم خدام الحسين.
عمري انت، احنا بالخدمه. الله يخليك حبيبي ورده، الله يبارك فيكم، يحفظك معاكم ويحفظكم ان شاء الله. خادمك حبيبي، الله يرجع ان شاء الله خدام الحسين سالمين غانمين موفقين وقاضي حاجاتهم ان شاء الله بحق هذا الحسين. عمر انت حبيبي، الله يخليك ورده حبيبي. نعم احبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطيه المستمره من دواعي السرور انه اشوف ابو حسين الاميري بن عمي. الله يسلمك، الله يسلمك حبيبي. هذه الخدمه لا شيء مقابل تضحيات العباس عليه السلام، لا شيء. هذه الحمد لله نتشرف هذه. الله يسلمك، الله يسلمك حبيبي، حياكم الله، حياكم. حسين شنو دورك اللي تقوم به هنا؟ العصير، ونبرد على الزوار جايين تعبانين، يدخلون العباس ان شاء الله ويشربون العصير البارد باذن الله. كل شيء متوفر لهم ان شاء الله، عيوننا لهم. الله يسلمك، الله يسلمك. زين ما تريد تشكرني لانه جيت لكم؟ حبيبي حياك الله، حياك الله ابو علي، عمري انت، حياك الله، تتشرف، حياك الله. سلام. نعم احبائي متواصلين معكم، وراح ندخل ان شاء الله الى داخل هذا الموكب المبارك، وهذه انتقال للزميل العزيز قاسم الصالحي. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ومن حسينية الرسول الأعظم الكربلائية من دولة الكويت، وكما نشاهد طبعا الأخوة المقيمين في دولة الكويت من أهالي كربلاء، هاي الحسينية طبعا عندهم خدمة يقدمون هاي كما تشاهدون، والخبز ونشوف هاي المكرمة. راح عجيلة. السلام عليكم. عظم الله اجورك. الله غادي. ايش تعدون هذا الطبق؟ الليله شويه عندنا نواشف من القدطين، تمن ومرق برياني، وهاي بعد تعبنا شويه ان شاء الله، وفلافل الحج ابو علي مسؤول التكيه الحسينيه رسول الاعظم رحمه الله والديك. ابو علي، ابو علي قواك الله. مولاي عزيزي الله يسلمك، رحمه الله والديك، طول عمرك الحمد لله. فلافل يعني مرتبها؟ والله فلافل احنا سوينا ما لزقت في قلبنا، بس جبنا جبنا واحد خبير ما شاء الله عنده اربع محلات، الله يبارك، واخذنا نريد نطيفه شيء احسن، لو لا ما يصير هذا. ان شاء الله نطيل احسن ان شاء الله للزاير. رب يعطيكم العافيه. رحم الله والديك، وانتم يعطيكم العافيه ان شاء الله، ماجورين ان شاء الله حبيبي. اعزائي المشاهدين، اوشكنا على نهايه تغطيتنا لهذا اليوم من مدينه كربلاء المقدسه والمواكب الخدميه اللي جولنا بها، واللي طبعا شفنا اشكال المواكب، ومنها سرادق، منها بنايات، منها اشكال، وكلها تقدم خدمه الى زوار سيد الشهداء الامام الحسين. الى ان التقيكم في رساله اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخدمتك اظل البنيه اضيعا اذا بابك انسد حبيبي علي، احلفك يا ابو اليمه خاطر رقيه اريد عساكم ما تعبتوا عمي. يلا ابوي تعال حولوا، تعال حولوا، هلا 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 امية، هلا دارت البركه عمي، مليون هلا بيكم، كثير الهلا. اهلا اهلا اهلا، يلا ابوي برياني، عندنا ابوي برياني، برياني لحم، عارف وجبن بدموعه لا تظل ينشف، اتنفس انا وبس هواي يطف، حلم عمري، حلم عمري ازورك بهمومي وحنيني، وبقايا عمري مثل فطرس انت تشافي لكسري، يا ابو اليمة بيدك يا
يا مالك احساسي وحق ربك قرقان انا ومتعلق بحبك ابتر اجزامي لو نسد دربك عهد باقي عهد باقي يا مالك احساسي وحق ربك قرقان انا ومتعلق بحبك.